بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وصفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تجلت قدرة الله في خلقه وجعلنا محبين وجعلنا متبعين هذه السنة النبوية الشريفة، آملين من الله سبحانه وتعالى أن نجمع جميعا في هذا اليوم وفي ظل هذه الجنان التي هي دائما ما نسعد بها في حضرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، آملين وطامحين جميعا أن نصل إلى هذا المرتقى. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الفترة المفتوحة والتي هي مخصصة لهذا اليوم الجميل، لهذا اليوم المبارك، لهذا اليوم لعام 1441 هجرية. نبدأ معا هذه الفترة بشكل مختلف، بشكل جميل، نستشهد فيه هذا القلب ونستشعر بأحاسيس مختلفة، ونحاول أن نترصد الأخطاء التي في حياتنا لكي نساعد أنفسنا كيف لنا أن نتخطى عبر تحديات كبيرة إن كانت موجودة في ذلك الزمان، فكيف لنا أن نتحداها وكيف لنا أن نصل لهذا المبتغى في ظل الظروف الحالية، كيف لنا أن نعمل عملية الوصل ما بين القديم وما بين الماضي وما بين الحاضر وأملا في مستقبل نشهده في جنان الخلد بإذن الله تعالى. أم معبد والتي وصفت رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم والتي قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه تجلى أو ثجلى ولم تزر به صلعة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صحل وفي عنقه سطع أحور أكحل أزج أقرن شديد سواد الشعر إذا صمت علاه الوقار وإن تكلم علاه البهاء أجل الناس وأبهاهم من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب حلو المنطق فضل لا نزر ولا هذر كأن منطقه خرزات نظمن يتحدرن ربعة لا تقحمه عين من قصر ولا تشنوه من طول غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا وله رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود لا عابس ولا مفلد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يسعدنا جدا في هذه الفترة المفتوحة والتي تستمر بهذا الاستشعار الجميل في القلب، واليوم الحديث من القلب إلى القلب، واليوم الحديث من هذه الروح لكي نستشعر عبر القلب مع الاستشاري أو استشاري جراحة القلب بروفيسور ياسر حنفي يوسف. أهلا ومرحبا بك، شرفتنا كثير في هذه الفترة المفتوحة، كل عام وأنت بخير. السلام عليكم، مرحبا أخوتي إيمان، ومرحبا بالسادة المشاهدين في قناة الشروق في السودان وخارج السودان. وأنا سعيد جدا بأنه أجلس الجلسة دي وأرجو أن أكون في مستواها، يعني للحديث عن أهم حدث أنا في تقديري في تاريخ البشرية. نعم. اللي هي هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من مكة إلى المدينة المنورة مهاجرا بقلبه وجسده، وهي في تقدير الشخصي من أكبر الهجرات القلبية التي حصلت في تاريخ البشرية. نعم. لأنه الإيمان ما وقر في القلب، يعني وهي هجرة إيمانية في المقام الأول، وسبقتها قبل كده هجرات، لكن كانت الهجرة الثالثة للرسول صلى الله عليه وسلم من أحب البلاد إليه، أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى، والمحبة مقرها القلب طبعا. كانت مكة أحب البلاد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر، وهي أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان عندما يهاجر مكان يحبه فهو يضغط على قلبه بعض الشيء ليحمل وليحل في مكان حبب إليه، وكان سببا في تأليف كثير من القلوب على إلى أن تقوم الساعة وإلى أن ينسى الله الأرض ما عليه. نعم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بروف ياسر، قبل ما نبدأ نتكلم عن يعني الحديث في الهجرة النبوية والاستشعار القلب، يعني دائما طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، من إحنا خدناها زمان في المدرسة وإحنا أطفال لغاية لما جينا شفناها في أولادنا. الاستشعار اللي بيكون في القلب ده، يعني أنا الآن يعني القلب يخفق بالتأكيد من حب هذه الكلمات في ترحيب النبي عليه الصلاة والسلام، كأنما نشاهد هذا المشهد غير ما شفناه طبعا في السينما وفي الدراما. يعني الناس كانت بتحاول تماما إنها تجسد الشكل والترحاب اللي هو كان موجود كيف. فإحنا في مخيلتنا كل واحد على حسب ما يتخيل وعلى حسب ما يشتهي وعلى حسب ما يتمنى إنه كان يكون موجود في تلك الفترة وتلك الحقبة ترحيبا بنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. ده بنسميه شنو في علم القلب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. طبعا دي من منتوجات المحبة الشديدة والإيمان الشديد، ويمكن طبيعة الناس الموجودين في المدينة في ذلك الوقت والظروف اللي كانت موجودة في المدينة في ذلك الوقت واستعداد الناس لتقبل الدعوة الإسلامية خلاهم يكونوا فرحين جدا بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم. ولو قرينا السيرة كويس واستوعبناها زي ما انتي بتحبي نتناولها من ناحية مختلفة عن الطريقة التي ذكرت بها، بنلقى انه الرسول صلى الله عليه وسلم من هاجر المدينة لم يبقى بيته من بيوت المدينة الا وفيه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ويمكن في بطون من بطون المدينة اسلمت كلها، كلهم كانوا مسلمين وكانوا مستعدين. هذا الاستعداد جعله الله سبحانه وتعالى ملاذ للرسول صلى الله عليه وسلم بعد السنين القاسية جدا المرض به مباشرة قبل الهجرة، لأنه لو ما كان في ترحاب بالشكل دي وما كان في استعداد واستشعار وترحيب بالمستوى دي يمكن كان بتكون الحالة صعبة جدا، خصوصا لو نظرنا لوضع المسلمين في السنتين الأخيرتين ما قبل الهجرة. هذه الفرحة كانت فرحة صادقة جدا من منطلق في كثير من الناس لم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا ما قدروا يميزوا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. لما وصلوا إلى أول ما وصلوا طبعا دخلوا في قباء، نعم، وجلسوا في حائط، وكان الناس بيفتكروا أنه سيدنا أبو بكر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. لحد ما جاءت الشمس وأظل سيدنا أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الناس عرفوا أنه الرسول هو الشخص الآخر وليس أبو بكر. فكانوا يرحبون وفي غاية السعادة بمقدم هذه البشارة الكبرى، خصوصا وإنه في المدينة كان في وضع تاني مهم جدا ساعد الناس ديل إنهم يتوقعوا وصول الرسول ويجدوا فيه ملاذ. المدينة كانت مكونة من مجموعة قبائل، في يهود وفي قبائل عربية من أهمها الأوس والخزرج، نعم، وكانوا في حالة بتاعت حرب وحالة بتاعت نعم. فتنة كبيرة جدا، ويمكن قبلها بعام كان في حرب مشهورة جدا اسمها حرب بعاث بين الأوس والخزرج، حصل فيها قتل شديد جدا. وأدمت هذه المعركة بين الأوس والخزرج مشاعر وقلوب أهل المدينة وقتل فيها كثير من الناس. نعم. لذلك كان لابد أن يكون هنالك ملاذ ومخرج، خصوصا وإنه اليهود لما جوا هاجروا وسكنوا في المنطقة بتاعت المدينة، السبب الأساسي جابهم إنه هم كانوا متوقعين ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، ولقد أطل زمان هذا النبي، هم كانوا بيقولوا للجماعة ديل، وهم اليهود كانوا بيعتقدوا إنهم حيؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ويستنصروا به على الأوس والخزرج. لكن حصل ما هو عكس، إنه الأوس والخزرج هدى بهم الله سبحانه وتعالى، هدى الرسول صلى الله عليه وسلم بهم وتآلفوا فيما بينهم وكانوا هم أكبر نصرة. بكل هذا الاستعداد النفسي والعضوي كان مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم بشارة كبيرة جدا، خصوصا وإنهم لو لاحظت إنه في بيعة العقبة واحدة من الأشياء اللي ذكروها، هم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم قال له سل ربك وسل نفسك وماذا لنا، قال له طلبوا منه ثلاثة حاجات.
فقام قال لهم لربي أن تؤمنوا بالله ولا تشركوا به شيئا، وأن لا تزنوا ولا تسرقوا وتأمروا بالمعروف ولا تقتلوا أولادكم، ولنفسي أن تحموني مما تحموا به نساءكم وأموالكم وكذا. فقال له وإن فعلنا ذلك قال لهم لكم الجنة. وهم الناس اللي عندهم بشارة كانوا مستعدين من بدري بأنه مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم حيكون فيه خير كثير بالنسبة لهم في الدنيا، وإن شاء الله تكون لهم فيه جنان. نعم. في الآخرة بإذن الله. اللهم أمين جمعا يا رب العالمين. وتأكيد هو حديث جميل، وإحنا الآن في بداية الخطوات نتحدث عن هذه الهجرة النبوية الشريفة بكل ما تحمل الروح من إحساس جميل وبكل دقة قلب. هي إحنا نتحدث إن شاء الله إنه حديث قلب وهجرة قلوب قبل أن تكون هجرة أجساد. نستمع لهذه المدحة ومن ثم نتواصل ونواصل هذا الحديث الجميل. طيب قول العلي الأبرار مرحبا سادتي الأغمار الليلة. طيب قول العلي الأبرار مرحبا السادة الأغمار الليلة. طيب قول العلي الأبرار مرحبا السادة الأغمار الليلة. أبيهم غولا علي الأبرار مرحبا السادة الأغمار. اللهم يا غادر ويا غفار وندعوك راغبين بالفر وبالتكرار مرحبا السادة الأغمار. جمل حالنا جمل حالنا واسترنا يا ستار استرنا يا ستار في هذه الدنيا وايضا في تلك الدار مرحبا السادة الى اغمار الليلة. بيّم غولا علي الابرار سادتي الى اغمار بخير الرسل احمد حبيب البال واصحاب الكرام السادتي الى اخيار مرحبا السادتي الى اغمار اغمار الحقيقه اغمار الحقيقه يا الكون بنور همنا كن بنورهم نال وبهم آمنين من سطوة الفجار مرحبا السادة إلى أغمار الليلة. غيب غولا علي الأبرار السادة إلى أغمار الصديق خليفة وسالس الأغمار في الحجر الشريف العالية في المقدار مرحبا سادتي إلى أغمار قال له الرسول قال له الرسول هيا في يوم دخل في الغار يوم دخل في الغار ولا تحزن صديقي لن يصيب سقال مرحبا سادتي إلى أغمار الليلة قيم غولا علي الأبرار سادتي إلى أغمار يا فاروق العظيم جاه جليل فخرو أب حفص الورع يا فم يجيب ذكره مرحبا السادة إلى أغمار كل الأذان شهر ليلة شهر يا ساحب لسيف نصره ساحب لسيف نصره وهضرك الضلال ودي رفع غدره مرحبا سادتي الى اغمار الليلة طيب غولا علي الابرار مرحبا سادتي الى اغمار يا عثمان الشهيد صاحب اليد الطائلة والجود والشجاعة وكل خير نائلة مرحبا سادتي الى اغمار وجهز للجيوش جهز للجيوش يا وعدا لكل ما إلى وعدا لكل ما إلى وحبا في الرسول ما قصد في زائلة مرحبا السادة إلى أغمار الليلة طيب غولا علي الأبرار السادة إلى أغمار أجب غولا يفوق الدر في نظمه ولا الكرار علي الفارس شديد عزمه مرحبا
شد دورك بحيش دورك هيا في وجه بان واسمو في وجه بان واسمو وقال بين الصفوف في استعزبه اسمو مرحبا سادتي الاغوى علينا وجيه وغلى علينا ابرار مرحبتين حباب طلحة وزبير اهلا من السعد وسعيد اهل الفضل قولا مرحبا السادتي الى اغماء ابو عبيد وابن عوف عبيد وابن عوف يا للجهاد اهلا للجهاد اهلا وبهم يا رحيم في الحضن يدن اهلا مرحبا السادتي الاغوى الليلة طيب غولا علينا ابرار مرحبا سادتي الاغوى جحفر والفضل يا مرحبا السادة وابناء الكرام الاكرمين غادت مرحبا سادتي إلى أغماء وقت الشوف يشوف وقت الشوف يشوف يا وتيامن الرايا وتيامن الرايا وكم أفنوا وكم شهدت له مايات مرحبا سادتي إلى أغماء الليلة مجيب غولا علينا أبرار مرحبا سادتي إلى أغماء أقول فوق الأمين خالد أبو سليمان وسيف الله الشهير في الحرب والميدان مرحبا السادة إلى أغماء يا ميات الإلوف ميات الإلوف يا إن شاهدوه عيا حين شاهدوه عيا ولوا مدبرين بالخزي والخزلاء مرحبا السادة إلى أغماء وولا علينا أبرار سادتي إلى أبرار فوق الهاشمي ينظر أجيب رجزا وأعمام الإسود عباس وناس حمزة مرحبا سادتي إلى أبرار ويات من كان يجي ويات من كان يجي يا فوق الرسول هزا فوق الرسول هزا فوق الرسول هزا فوق الرسول هزا وعز الدين وراء الناس له معزا مرحبا سادتي الى اغماء الليل طيب غولا علينا ابرار سادتي إلى يا مولاي عن أصحاب نبيك جمعا ما أرضي وتابعون والتابعين معا مرحبا سادتي إلى أغماء وأهل البيت جميعا أهل البيت جميعا نبغى لهم تبعا نبقى لهم تبعا في يوم البعث في زفتهم نزعا مرحبا باب السادة إلى أغماء علينا مجيب غولا علينا أبرار مرحبا سادة إلى أغماء يا زل جود ويا موجود ويا غفاء وصل على نبي كرات وبيت تكرار مرحبا السادة إلى أغماء منشيها الحقير منشيها الحقير الحامل الأوزاء الحامل الأوزاء الماحر حمو والوالدين والجار مرحبا السادة إلى أغماء الليلة بجيب غولا علينا أبرار مرحبا السادة إلى أغماء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود والحديث جميل والحديث أجمل في هذا اليوم المبارك وفي حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني دائما عندما أتحدث عن هجرة القلب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تكون هي هجرة إلى بلد، فأعتقد هنالك نوع من الفلسفة في هذا الموضوع، وهو استشعار حقيقي لتلكم الفترة نستشعرها نحن اليوم، نستشعرها بكل محبة بإيمانيات كبيرة وإيمانيات صادقة. تفضل بروف ياسر. الهجرة طبعا كانت من مكان دعوة
إلى مكان دعوة آخر. لكن أنا الاستدلال اللي أقوله هنا إنه ما كان القصد منها إنه تكون حاجة محصورة، لأنه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وما كانت لأهل مكة أو لقريش وحدهم، لكن كانت لكل المسلمين. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب من الناس إنهم يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يدعوا بينه وبين الناس يدعوهم. يعني دي كانت الأشياء الأساسية. فلذلك حينما ضيق عليهم ما سمحوا لهم، طبعا ضيق عليهم مضايقات شديدة جدا في السنوات القبل الهجرة، وحتى كانوا قاطعهم لمدة سنتين أو ثلاثة سنوات، 30 شهر كانوا مقاطعين ومحاصرين، ومنعوا عنهم التجارة، ومنعوا عنهم أن يتزاوجوا معهم وأن يتكلموا معهم. فضيقوا على المسلمين ضيق شديد جدا، ناهيك عن أنهم يتركوهم يبلغوا الدعوة بتاعتهم. فأذن الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بالهجرة، هاجر جزء منهم للحبشة ورجعوا إلى المدينة إلى مكة، وهاجروا مرة أخرى عندما أسلم عمر بن الخطاب. طبعا هنالك معالم في السنوات التي سبقت الهجرة بتورينا إنه في تغيرات أساسية هي ساعدت كثير جدا في إنه الناس يكونوا جاهزين للهجرة ويكونوا جاهزين لنشر الدعوة. منها إنه المسلمين لما مشوا الحبشة للمرة الثانية سمعوا بأنه عمر بن الخطاب وحمزة بن أبي طالب أسلموا، فقاموا جوا راجعين، وسيدنا عمر طبعا جهر بين بقى يصلي في مكة في حول الكعبة بدل ما كانوا بيصلوا في الشعاب وفي الجبال وكذا. لكن كفار قريش أصروا إنهم يضايقوا المسلمين ويمنعوهم من إنهم يمارسوا عبادتهم، ويمنعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن تبليغ الدعوة بتاعته. ظل الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يطلب السماح بإنه يبلغ الناس، ولما لم تسمح له هذه الفرصة، طبعا في ذلك الوقت أيضا مرت به نوازل كبيرة جدا، منها وفاة السيدة خديجة عليها رضوان الله وعمه أبو طالب، هم كانوا دعم كبير جدا للرسول، وكانوا أصدر حزن كبير إنه يفقدهم. ثم ذهابه إلى الطائف والمقابلة السيئة التي قبل بها في الطائف، واللؤم الشديد وبذاءة الاستقبال، وما لاقاه الرسول صلى الله عليه وسلم رغم حبه لأهل بلده وحرصه على إنه يبلغهم الدعوة إنهم يسلموا. وهو راجع كما تذكرين خلوا الأطفال واصطفوا ويرموه بالحجارة حتى أدميت قدمه صلى الله عليه وسلم، وكان معه زيد بن حارثة طبعا يمسح عنه الدماء، لحد ما التجأ إلى حائط، القصة مشهورة بتاع عتبة وربيع بن شيبة، ودوا قطاف من العنب يأكله، وجاء واحد الخادم بتاعهم اسمه عداس، لما الرسول ابتدى يأكل قال بسم الله، فاستغرب الولد ده قال له من أين لك، أهل هذا البلد لا يقولون مثل هذا القول، استغرب عداس ديه، فقال له من أين أنت لعداس ديه، قال له أنا من نينوى، قال له بلد العبد الصالح يونس بن متى. فاستغرب الولد إنه كيف عرف الرسول، قال له هو يا أخي هو نبي وأنا نبي. وبعد ذلك دعا الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته الجميلة، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلوني، إلى عدو يتجهمني، إلى بعيد ملكته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير إن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وأضاءت له السماوات والأرض وصلحوا عليها أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك وينزل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير إن عافيتك هي أوسع لي. قيل إنه جاء سيدنا جبريل معه ملك الجبال، قال له لو شئت لا أطبقن عليهم الأخشبين اللي هم الجبلين. فكان رأي الرسول صلى الله عليه وسلم رغم ما لقوا من عانت معهم، قال له لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وقد كان صحيح، يعني أولاد الكفار دي كانوا بيضايقوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويشتموه، الناس أبو جهل وكلهم أمية وكلهم في أولادهم وبناتهم أسلموا بيقوا حسني الإسلام. بقت القضية إنه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم للبلد ولناس البلد، لكن كانت دعوته شاملة، وعشان ما تبقى الدعوة شاملة للناس كافة لازم تكون في حرية.
حرية بتاع التبليغ، حرية بتاع توصيل المعلومة، وحرية بتاع اختيار المعتقد. فكان بعد هذا الضيق كله الديمقراطية التي تدرس الآن هي كانت موجودة تماما في تلك المرة. وكان الناس أذن الرسول بعد ذاك للصحابة بأن يهاجروا إلى المدينة، قال لهم أريتوا مهجركم اللي هي بلد ذات نخل، والرغم أنه عرف الحتة، وبيقوا يهاجروا أفراد إلى المدينة المنورة. حتى أنه سيدنا أبو بكر طلب الإذن بأنه يهاجر إلى من بلد إلى بلد، الكلام يقول فيه، فقال له لا تعجل لعل الله أن يجعل لك صاحبا. سبحان الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبو بكر، وطبعا برضو ضايق سيدنا أبو بكر، قال له ما تستعجل. وقد كان فكان خير الصاحب وخير الرفيق. وكانت الهجرة من مكة إلى المدينة اللي هي هجرة قلوب لنشر دعوة إلى قلوب العالمين. صحيح. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صلى وسلم على خير خلق الله أجمعين. تأكيد في كل مرة هو حديث وهي قصص وعبر وعظة لنا بها أن نعتبر وندرسها للأجيال، ندرسها لأولادنا ولأحفادنا، ونستشعر فيها القيم الكبيرة لأنها ليست مجرد حكايات وليست مجرد سيرة تقرأ وتدرس، وإنما هي معاني تشمل حياة الإنسان ومسيرته في كل خطوة من خطوات الحياة. نسمع لهذه المدحة ومن ثم نواصل. محمد خاتم الكرام سيد أحمد، صلوا وسلام لمحمد خاتم الكرام سيد أحمد، صلوا وسلام لمحمد خاتم الكرام سيد أحمد، صلوا وسلام لمحمد خاتم الكرام سيد أحمد، لسان يقول الله واحدا حاشا لم يلد لا الوالدا، واجب الوجود باقي مفردا، في الشريك عنه وابعدا، مالك الملك سامع النداء، ورازق العباد فضل واجدا، وباسط النعم له نحمدا، نسأل القبول والمشاهدة، يشرح القلوب يجعل الهدى، في رضاك يا ربي نعبدا، نمدح الرسول ديما سرمدا، صلى وسلم محمد خاتم الكرام سيدي أحمد، ويا أسنب الرسول المؤيدا، أتغي الرؤوف الممجدا، كامل الخصال والمحامدا، وصاحب وصاحب الردا، ليلة الولود خر ساجدا، وطاهر النظيف مبردا، ومكسب الجمال وجه يوجدا، أفلج كحيل غير أسمد، وحاجبك الهلال قارف الندى، نورك في الكون ضوى من بدا، فاق على السماء حتى أصعد، صلى وسلم محمد خاتم الكرام سيدي أحمد، أهب ريح فاحطيب عامدا، قالت النحوس لنا بعدا، يتلفتوك جملة سددا، أصلح البلا سيدي وارشدا، الملائكة جاءت طيف أحمدا، أنت الحسان عامري المدى، قرن في غريش سيد وسيدة، ابن عبد الله أمن والدا، وأرضع عبد حليم الله أسعدا، لساني جيب غال وانشدا، للمولى للرسل غائدا،
صلى وسلم محمد خاتم الكرام سيدي احمد خابت النجوس نار محمد كسر طاح صنامات وهدد وغاط كي للعداء انتهى بجهل خشم لكدا الشقي التعيس فعل فاسدا قابل الرسول ظلوا حاسدا كم من القصص شاف وشاهدا يغرم البعير قام مزاودا ويبكي بل مغوس المرمدا سوى في القلب راح مكددا اسفل الدرك ليه ومقعدا صلى وسلام ليه محمد خاتم الكرام سيدي احمد اعطاها من صغير عقله جامدا جود وابل امه محددا اللي قال يتيم ما بينكدا يغفل العدامة ويسندا يأهل وقصيف له محددا كانوا في الرسل حظ زايدا نقيف تاج باردا يرغم الرسول انا بل في دو رب قال له خذ يا محمد يا شفا عليك وانت سيدا زينة الجنان بك موعدا صلى وسلم لمحمد خاتم الكرام سيدي احمد يا طاهر الاخفاف يا محمد كامل الاوصاف يا محمد انت بالاشراف يا محمد سيد الامه كاف يا محمد نورك الرفراف يا محمد قلبك الرآف يا محمد ترجيب اليخاف يا محمد الوقاف يا محمد ليل قرب كشاف يا محمد يا السلام ارداف لي محمد ومني لك الاف يا محمد صلى وسلام لي محمد خاتم الكرام سيدي احمد احبك الجليل يا محمد ونخبة اسماعيل يا محمد انت خير الجيل يا محمد صاحب الخليل يا محمد وسيد لي والإكليل يا محمد وجهك الجميل يا محمد خدك الأسيل يا محمد طرفك الكحيل يا محمد شراك العديل يا محمد وحاشا ما بتميل يا محمد وجئتنا بالدليل يا محمد ليلة الزلزال يا محمد يتخمد الويل يا محمد صلى وسلام لمحمد خاتم الكرام سيدي احمد الجزع بكى محمد وانتكى محمد الجماد حكى لمحمد البعير شكى لمحمد يلا ربك يا محمد على غدرك يا محمد واين مثلك يا محمد ورسل سابك يا محمد وافي وعدك يا محمد ما افي بعدك يا محمد وافي عهدك يا محمد وضاوي وجهك يا محمد وفاق جمالك يا محمد يا المبارك يا محمد لنا أدرك يا محمد صلى وسلام محمد خاتم الكرام سيدي أحمد الجزع رزم لمحمد كذب البرم لمحمد الجماد نظم لمحمد ولا سلفم لمحمد والمنير قسم لمحمد خر وانقسم لمحمد والقصير بدم لمحمد وقال في يسم يا محمد ذلك الأصم لمحمد لغطاه ينقل محمد كم وكم وكم لمحمد ولا عدد لا كم لمحمد ظاهر القدم يا محمد لرسل الختم يا محمد
صلى وسلم لمحمد خاتم الكرام سيدي احمد. يا صمت الكرام راي عاقدا ساموا للعين في المجاهده، سيدي الصديق بالنبي اغتدى عمر في الدين بمواكده، سيدي عثمان للصغير لدى برز الكراس سيف جردا، ابن طالب ما براودا الزقار في الريش جودا، ولع الفرسان ضرب شردا، جزر الملوك هان قيدا، طيعت ديارنا بردا. صلى وسلام لمحمد خاتم الكرام سيدي احمد. مرحبا العدول المعاهدة سيدي الزبير طلحة الهدى، سعد سعيد باع عبيدة سيدي ابن عوف روح زاهدة، سيدي الفضل باقي جيدة سيدي العقل المجبدة، سيدي المغداد ابن الأسودة والأمير درار الموحدة، وحمزة والعباس نعمة خالدة اللي قال خيول ما أبي حاودة، وبشتنا الدروع رمحو قددة. صلى وسلام لمحمد خاتم الكرام سيدي أحمد. يا جالب الرجال من سعايدة حملوا العقاب جات مشددة، بكي بيت دموع شوق وهردة، نعم يا النوم ليل جمال حدا، حجرة القصير نوق وردة، بلج الحمول كارم بدا، يا سفي الشروق ربي هاودة، يا سريب الغفار له قاصد ويوصل المدينة فوائدا، ينظر المغام المجددا واجه الرسول والكرام حدا. صلى وسلام لمحمد خاتم الكرام سيدي احمد. يا المحلك يقول يا محمد يا الدنيا فيك ربي شاهدا، الجهر وسير لك رايدا، زيارتك مقيدة هذي قبل موت لك عاودة، أصب زاك مغامك وشاهدة، وأبلغ المراد والمقاصدة، فأشكل الإخوان داير الفدا، جنة النعيم لنا مخلدة، ونكسب الحسان عيد ونهدا، سبلة الشعور سمحة اليدانا نايرة الجسوم المزبدة. صلى وسلام لمحمد خاتم الكرام سيدي احمد. الصلاة والسلام ديما زايدة، الصلاة والسلام ديما سلمدة، الصلاة والسلام معددة، الصلاة والسلام لمحمد طه ثم ياسين واحمد، الوسيلة محمود وحامدة، يعد نباتا يفرهدا، انطوى النخيل عشوة وددا، وارزم سحاب كر ورعدا، بعدد فضاء إلى الموالد وعلم ربي من نور ما بدا، تردل الرأس والتكي للعدا، يقبل الكريم به نسعدا. صلى وسلام لمحمد خاتم الكرام سيدي أحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولاد المها حقيقة أبدعوا في وصف النبي عليه الصلاة والسلام بكثير من الشعور اللي إحنا بنسعد لما بنسمعه، وبنفرح بتجي فرحة كده في القلب، بنتمنى إنه لو كنا شفنا نبي الله عليه الصلاة والسلام، لكن هو الاستشعار القلب ده هو أفتكر الشيء الأساسي والمحوري في العملية الإيمانية بشكل عام. في المدحة السابقة بروف ياسر كان في حديث استشعرنا فيه كثير من ملامح النبي عليه الصلاة والسلام وصفاته الكبيرة، وأعتقد أنه الوصف أم معبد اللي بدأت به هذه الفترة حري بنا أن نتحدث عن هذه الصفات وعن هذه الملامح بشكل مفصل. اسمح لي أنت والمشاهدين الكرام بهذا الفاصل القصير، ومن ثم نواصل ونبدأ
الرحلة الجميلة في هجرة رسولنا الكريم العظيم صلى الله عليه وسلم. تحية ومباركة طيبة لكل مشاهدينا في هذا اليوم الكريم، هذا العظيم، هجرة نبي نستشهد بهذه الأوضاع، نستشهد بهذه الإحساس الكبير الذي كان يعتلي سيدنا محمد و كافة من كان حوله رجالا ونساء شيبا في خوض التحديات وفي تجاوز التحديات وفي كيف لنا أن نستشعر هذه القيمة الكبيرة وتكون سندا لنا وتكون عونا لنا في هذا الطريق إلى أن يأخذ الله هذه الأمانة. سعيدين بأنه هذا الحديث مختلف، نتحدث فيه من ناحية أفكار، نتحدث فيه من ناحية استشعار دقات القلوب التي دائما هي تكون مستصحبة هذا الصفة أو هذه الصفات التي سمعناها قبل الفاصل عن صفات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الملامح التي سمعناها، نسترجع هذه الملامح ونحاول أن نضع لها صورة معينة محددة في ذاكرتنا، خاصة عندما نتحدث عنه عليه أفضل الصلاة والسلام. نجدد التحية والترحاب بروفيسور ياسر حنفي يوسف، استشاري جراحة القلب. هو ذكر لي أنه لا يحب أن نقول له باحث، ولكن نقول قارئ ومحب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أهلا مرحب بك مرة ثانية. مرحب بك يا أستاذ إيمان. في الحقيقة الحديث عن الهجرة حديث دسم جدا، صحيح، ومزدحم بمجموعة كبيرة جدا من المعلومات ومن الأحاسيس والمشاعر القوية جدا. صحيح. ويمكن زي كأنه عايزين نتكلم عن وصف أم معبد للرسول صلى الله عليه وسلم في الرحلة، هو يعتبر أدق تقريبا وصفك. أعتقد أنا على حسب قراءتي من الوصفات التي ذكرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن في وصفين مشهورين، واحد فيهم وصف من معبد هذا، واحد اسمه ابن أبي هالة، دين الاثنين يمكن أذكروا والسند الصحيح القوي بتاع أم معبد، لكن لم يذكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا تفصيليا للرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. ولما بحثت في الحتة دي وحاولت أستقصي المعلومات وجدت أنه الصحابة كان من تقديرهم وتعظيمهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتأدبهم معه كانوا لا يطيلون عليه النظر، يعني كان بينظروا، هو صلى الله عليه وسلم كان دائما نظر إلى الأرض بالمناسبة، يعني وكان متواصل الفكر كثير الأحزان. الشاهد أنه وصف المعبد يعتبر من أدق الوصوفات التي ذكرت في السيرة النبوية للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من المعالم اللي تعلمناها ولقيناها من الهجرة. يعني الهجرة الناس تعلموا منها أشياء كثيرة جدا، لكن قبل ما نخش أنا أفتكر في ثلاثة أو أربع نقاط مهمة جدا في الطريق بتاع الهجرة دي حق الناس يتأملوا ويعدوا التأمل فيها. الموقف الأولاني الموقف بتاع سيدنا علي بن أبي طالب قبل ما يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم بليل. نعم. والنقطة الثانية من المعالم في الطريق اللي هي قصة سراقة بن مالك. والثالثة قصة أم معبد، لأنه هي عندها قصة أم معبد دي. نعم. لقيتهم في الطريق. نعم. خلينا نبدأ من أم معبد عشان نقوم نقول هذه الصفات التي وصفت بها النبي. طيب. ونقوم نعمل. وطبعا القصة الرابعة قصة الغار. أم معبد دي امرأة عربية عجوز من ربيع الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هم بعد ما طلعوا من مكة اتجهوا جنوبا. نحن هذا نتكلم في تفاصيل، قلت لك حتى مزدحمة جدا، اتجهوا في اتجاه اليمن. نوع من انواع التمويه، لان المدينة طبعا هي شمال على ساكين افضل الصلاة وتم التسليم، هي شمال مكة. لكن
الدليل بتاعهم اتجاههم جنوبا في حته اسمها جبل ثور. في جبل ثور دي كان في غار هناك قعدوا جواه، وبعد ذلك توجهوا شرقا الى تهامه والى ساحل البحر الاحمر، ومشى بهم محازا الى المدينه. في اثناء الطريق دي مروا بخيمه فيها امراه عجوز تحتبي في داخل خيمه شعر. تحتبي معناتها الخيمه بتاعتها ذاتها الشعر بتاعها ما مسند، يعني تقدر تتكل عليها كده. كانت قاعده احتباء لما رجلينا صدرها على رجليها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم معه ابو بكر وعامر بن فهيره اللي هو الراعي بتاعهم، واحد اسمه عبد الله بن اريقط. عبد الله بن اريقط ده بالمناسبه كافر، كان مشرك، لكن كان الدليل بتاعهم. واتمنوه على الطريق، ومسكوا سيدنا ابو بكر الناقتين بتاعينه يعلفهم وخليهم معاه لحد ما يتفقوا معه. بعد 3 أيام يلاقيهم في غار ثور. الشاهد في القصة أم معبد مروا عليها وسألوها قرن أو دارين يأكلوا، يعني هو العرب. فقالت لهم والله ما عندنا حاجة، نحن لو عندنا حاجة ما كنتوا بتحتاجوا. قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم طلب مني أن يشتروا منها لحما ولبن. قلت لهم والله لو كان عندنا لما حوجتكم، ما يعني ما كنت بقريكم، برايا كنت بديكم. قال لها طيب عندك لبن؟ قلت له والله ما عندنا لبن. فرأى صلى الله عليه وسلم في كسرة البيت ماعز شاة عجفاء. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم سألها، قال لها وما تلك الشاة؟ قالت هي شاة عازب عجفاء أقعدها الجهد أن تلحق بأخواتها، يعني من شدة ما فترانا ما قدرت تمشي راها. عازب معناتها ما ملدت، ايوه، وعجفاء معناتها ناشفه ضعيفه، ومن شده ما فترانا ما بتقدر تمشي ترعى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هل بها من لبن؟ قالت له برضه في معنى الكلام انه هي عجفاء وعازب ما فيها شيء. فقال صلى الله عليه وسلم اتاذنين لي ان احلبها؟ تسمح لي احلبها؟ فقالت له لك ذلك ان استطعت، يعني لكن انت شايفه. فعندها ولد افتكر في البيت، طلب منه انه يجيب الماعز، ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على درع الماعز ودعا الله سبحانه وتعالى وقال لهم اتوني بماعون. فجابوا له ماعون، فحلب صلى الله عليه وسلم حتى ارغى، سبحان الله، ارغى الماعون ودفق، يعني لما نقول ان احنا فار. فأعطاها تشرب، شربت، وقال لهم جيبوا المعون تاني، حلب ملى المعون تاني، وأدى سيدنا أبو بكر شرب حلب تاني، وأدى عبد الله بن أريقط وعامر بن فحيرة اللي هو كان معهم الراعي شرب، وشرب صلى الله عليه وسلم وحلب لهم ملى لهم مواعينهم، وأفتكر أجرها على ذلك. وذهب. لما جاء راجع زوجها ابو معبد اللي هي ام معبد، شاف اللبن تفاجأ البيت مليان لبن، فقال لها من اين لك هذا؟ والماعز عازب وليست لدينا حلوب، ما عندنا حاجه بنحليبها ذاته، جايب غنيماته التعبانات ديك معه. فقال له والله لقد مر بنا رجل مبارك. فوصفته هذا الوصف، انا رايت رجلا ظاهر الوضاءة ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلة، السجلة دي ما عنده كرش، ولم تزر به صلعة، ما راسه ما صغير، وسيم قسيم في عينيه دعج، الدعج هو زي الأحور شديد سواد العين مع شديد البياض، في أشفاره وطف، وفي عنقه سطع، رقبته صلى الله عليه وسلم كان كالدمية تلمع، أحور اللي هو أحور اللي هو شديد سواد العين، أكحل أزج اللي هو الحواجب بتاعته كانت أقرن لكن ما كانت مقترنات، شديد سواد الشعر إذا صمت علاه الوقار وإن تكلم علاه البهاء، أجل الناس وأبهاهم من بعيد. من تشوفهم بعيد كده، في ناس بتشوفهم بعيد بيعجبوك، لكن لما تقرب منهم بتكتشف الموضوع مختلف. وأحسنهم من قريب، وأحلاهم وأحسنهم من قريب، حلو المنطق، فضل لا نزر ولا هذر، ما بتكلم كثير ولا كلامه مختصر خالص. لا.
كأن منطقه خرزات خرزات ضمن يتحدرني ربعة. طبعا ربعة اللي هو لا طويل ولا لا حسن. تقحمه عين من قصر، يعني متعي لك ما بتحقره من نظرك إليه، ولا تشنأه من طول. بعض مرات الطول طويل. الإنسان الطويل ده كده بعض مرات كده بيزعج الإنسان مش كده. غصن بين غصنين اللي هو بين صاحبيه. فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، وله رفقاء يحفونه أو يحفون به إذا قال استمعوا لقوله. لما نتكلم بيسمعوا كأن على رؤوسهم الطير، وإذا أمر تبادروا إلى أمره يقوموا جارين عشان يخدموه صلى الله عليه وسلم. محفود محشود لا عابس ولا مفند. فلما أبو معبد سمع الوصف ده قال له والله لكأنه صاحب قريش الذي تطلبه، وإني أتمنى إذا أدركته لأن أصحبه. سأل الله سبحانه وتعالى إنه لو لقى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصحبه ويبقى من أصحابه، وقد كان وأحسبه أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلمه أحسب ذلك. وإذا كان الوصف دي هو من أجمل الوصفات التي وردت إلينا صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم متكاملة. طبعا في ناس كانوا بيوصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم في مقاطع بسيطة جدا مش كده، أو في لحظات معينة يوصف شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في موقف، يوصف كرم الرسول صلى الله عليه وسلم في موقف، وهكذا في الحرب يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن وصف متكامل زي وصف المعبد، أنا أفتكر من الأوصاف زي ما ذكرت أنت من الأشياء المفروض الناس يتذكروها وحقه ينزلها لنا في كتب القراءة بالنسبة للطلاب بتاعنا في الصف السادس أو السابع أو الثامن. صحيح نأمل والله. هي بالتأكيد إحنا محتاجين دائما في يعني لما يعني كل عام إحنا بنجي فيه بندي أفكار زي دي بروف، بانه احنا في امور ما بس احنا بنجي ونستضيف يعني قامات يعني مثل قامتك علشان بس نجيب قصص ونتحدث وهي تبقى ذكرى، ولكن هي حقيقه بنضع استراتيجيه حتى انه احنا محتاجين لشنو؟ احنا كناس كبار في اعمارنا بالنسبه للاطفال بالنسبه للاجيال، فكلها امور حقيقه يعني تستحق ان شاء الله. احنا مقبلين على فتره يعني جديده نامل انه يكون فيها تغيير، والتغيير ده لابد انه القصص النبويه الشريفه ما تكون مجرد قصص تحفظ لتكتب ومن ثم تمحى من الذاكره، لكن هي لابد انها تكون استراتيجيه حياه، وهي بالفعل استراتيجيه حياه. في كل مكان في كل زمان بنلقى انه في قصه هي مشابهه نستدل بها في حياتنا. من هذه الصفات الجميلة كانت هذه الرحلة. والرحلة بالتأكيد إحنا مشينا فيها من مكة. ويمكن قبلها بديت موقف سيدنا علي. سيدنا علي بن أبي طالب. نحن نتكلم عن رحلة قلوب. أكيد. ونشوف القلب دي بتاع سيدنا علي بن أبي طالب كان كيف، اللي هو مرحلة القلب المؤمن الشجاع والقلب المؤمن الصديق. نعم. برضو شجاع بالمناسبة. شجاع شديد جدا. الكفار قرروا أن يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يقطعوا القضية دي كده يوقفوها لحد هنا. وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتمعوا في حاجة اسمها دار الندوة، اتلموا كلهم عظماء قريش، كل واحد فيهم أدى فكرة. جاءهم واحد عربي شيبة لابس لبس نظيف شكله هم ما بيعرفوه، وكان ده إبليس. ودخل استأذنهم قالوا له انت منو؟ قال لهم انا من نجد جاء احضر معاكم المجلس دي. المهم تشاوروا في انه يعملوا شنو عشان يوقفوا الدعوه دي بالطريقه دي، لما شعروا انه الرسول قرب يهاجر واصحابه اداهم الاذن بالهجره، فقرروا انه يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا اتقدم الثلاثه اراء، واحده انه يسجنوا يكتفوه ويسجنوا يخلوه في بيته لحد ما يتوفى، والراي الثاني انه ينفوه من مكه، والراي الثالث انه يقتل. إبليس كان بيتدخل في المواقف دي كلها بيقول لهم إنه الرأي ده ما صحيح، لأنه لو سجنتوه أهله حيمرقوه، لو طلعتوه حيلقى لك قبيلة من العرب بتسنده ويجي حاربكم حيطأكم بهذه القبيلة. فلما أبو جهل قال الرأي بتاعه إنه يقتل وإنه يتلموا من فتيان قريش فتيا قوي ويدوا كل واحد فيهم سيف حاد وإنه يتلموا عليه عشان يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقتحموا عليه داره. فأبو جهل قال كلام غريب جدا، يقول انه هو كافر لكن الكفار ذلك عندهم قيم. بالضبط صحيح. فقال لهم نحن ما بنقتحم عليه البيت حتى لا تقول العرب انه اقتحمنا عليه، لكن استناولوا من يطلع نقتله. فقرروا انهم ينتظروا امام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لموا الاولاد اللي مسكوهم سيوف ووقفوا امام الباب على اساس انه
لما نجي طالع الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا يقتل يضربوا ضربة الرجل الواحد فيتفرق دمه بين القبائل فلا تجد بني عبد مناف غير الدية فيقبلوها منهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي بن أبي طالب نوم في سريري وغطاه بالبردة بتاعته الغطاء بتاعه الأخضر لحد الصباح وخرج. طبعا الرسول خرج بالباب بالمناسبة نعم. في الثلث الثاني من الليلة والثالث ما خرج من وراء يمكن في بيت أبو بكر خرج من الباب الخارجي لكن خرج أمامه وقصة مشهورة ومعروفة نعم. الكفار كانوا بتاوقوا أو كانوا ينظرون من ثقب في الباب بيشوفوا زور راقد اللي هو ده كان سيدنا علي نعم. اللي هو موقف تتجلى فيه قيمة صحيح. الفدائية صحيح. والاستشعار القلوب الفعل مؤمنة بالله سبحانه وتعالى فخرج وقال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا في حديث كان بيقال بأنه برضو نثر عليهم التراب وحتى أبو جهل أثناء جاء ثاني يوم لقاهم رسينه مليان تراب يعني قال لهم خرج من قدامكم عرف أنه مرق من قدامهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون خرج صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر واتجه إلى غار ثور برجلينهم مشي لأنه ما يقدر يخرج بالناقة بتاعتهم في منتصف الليل وظلوا هنالك 3 ليالي في 3 ليالي دي كانوا في الغار وكانوا متفقين مع عبد الله بن أريق الدية إنه يجون بعد اليوم الثالث عشان يواصلوا مشوار الهجرة بتاعتهم وكانوا موجودين في الغار وطبعا دي برضو من الملامح العجيبة جدا 3 أيام القضاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار مع صحيبه أبو بكر ومع صاحب هذه الأيام من تضحيات وفدائيات والدور بتاعت أسماء بنت أبي بكر الصديق وعبد الله بن أبي بكر الصديق وعامر بن فحيرة وفداء أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم لما نقفل المنافذ بتاعت الثعابين حتى لم يبقى إلا ثقب واحد فلم يجد خرقة يغفل بها قفلوا سيدنا أبو بكر برجله وكان الثعبان يلدغ سيدنا أبو بكر لكنه فداء للرسول لم يسحب قدمه وظل حتى ومن الأشياء الجميلة إنه الكفار طبعا بعد اليوم الأول والثاني كانوا يبحثوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصلوا جبل ثور ده وفيه الغار وهناك تجلت المعجزات الثانية التي صاحبت هذه الهجرة إنه لقوا راعي سألوه قال لي وصفوا له الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي رأيت ناس مهاجرين أو في هذا الطريق قال لي والله لم أرهما لكن أظنهما في ذلك الغار أو أحسبهما في ذلك الغار سيدنا أبو بكر سمع فبكى أبو بكر الصديق عليه رضوان الله الراعي قال لي والله أنا ما شفتهم لكن يمكن يكونوا في غار ده في غار ثور في اللحظة دي تدخلت طبعا هم الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذوا كل الأساليب وكل الاستعداد للهجرة وهذا يستدعي تدخل العناية الإلهية المباشرة نعم. زي ما نقول ان احنا كان في تدخل مباشر instantaneous زي ما نقول الخواجات مباشر جات طوال عنكبوتة قفلت الباب حمامتين جركوا بيض قدام وفي شجرة مالت قفلت المدخل بتاع الغار كفار رسل واحد يوم قلت الله شوف الغار دي لما نوصل جنب الغار قال سيدنا أبو بكر لو نظر أحدهما إلى قدميه لرآنا فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وبارك بإثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا فرجع قالوا له يا أخي تما إن رسلناك تشوف الغار تبحث عنه جايين أرجع قال له يا أخي الغار ده فيه عنكبوت قافله أظنه قد نسج بيته قبل أن يولد محمد وبي حمامتين بيضات طبعا انتم عارفين حمام لا يمكن يكون والشجرة نزلت قفلت باب فهذه كانت من المعجزات ومن الأشياء من دلائل معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء الهجرة في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى وإلى مدينة مبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نستمع لهذه المدحة ومن ثم نواصل هذا الكلام الجميل القبان أخي لمشتي شوقي العلي حسرتي يا القبان أخي لمشتي شوقي علي حسرتي القبان أخي لمشتي شوقي علي حسرتي القبان أخي لمشتي
حسرتي بسم الله في ظاهرتي باطني ودنيتي واخرتي شوقيل علي حسرتي يا خالق الجهات الستي سهل حبيبي سفرتي الله عليها حسرتي يا القبان نخيل مشتي شوقيل عليها حسرتي بسم الله في ظاهرتي باطني ودنيتي واخرتي الله عليها حسرتي ويا خالق جهات الستي وسهل لها حبيبي سفرتي الله عليها حسرتي القبان نخيل مشتي شوقيل عليها حسرتي يا دخري يا بسري شكرتي ويا يا نفس الحقيرة حسرتي الله عليها حسرتي لولا مو صلاته خسرتي وفي غفلاتك تودرتي الله عليها حسرتي القبان نخيل مشتي شوقيل عليها حسرتي يا بوصيك يا قليل تلبتي بوصيك يا قليل تلبتي وطيع الله عقلي وصمتي الله عليها حسرتي يا في حب الرسول شتي بالروح والقلب والجدي الله عليها حسرتي القبان نخيل مشتي شوقيل عليها حسرتي لا طعت الله ما بدرتي طعت الله ما بدرتي والخير فاتك تأخرتي الله عليها حسرتي ما ذاك اليوم لهوش دبرتي ما بينفع فيني تعذرتي الله عليها حسرتي القبان نخيل مشتي شوقيل عليها حسرتي لا طعت الله ما بدرتي والخير فاتك تأخرتي الله عليها حسرتي ما ذاك اليوم لهوش دبرتي ما ينفع فيني تعذرتي الله عليها حسرتي القبان نخيل مشتي شوقيل عليها حسرتي ما صليت لا ما كبرتي ما صليت لا ما كبرتي وكاسب النوم رقدتي شخرتي الله عليها حسرتي وين طولتي وين قصرتي راجيك الجبال امطرتي الله عليها حسرتي القبان نخيل مشتي شوقيل عليها حسرتي غشاك الشباب وغفلتي وابليس في ملاعب وسهرتي الله عليها حسرتي بارزت المعاصي وكرتي الحنان في حالك يرتي الله حسرتي القبان نخيل مشتي شوقيل عليها حسرتي ناس ما شربتي سكرتي وربك ما حمدت شكرتي الله عليها حسرتي يوم خدتك مريضة غبرتي ودابك عاد دحين فكرتي الله عليها حسرتي القبان نخيل مشتي شوقيل عليها حسرتي الزين والفسل لخبرتي والسر العميق ظهرتي الله عليها حسرتي طرق الحغابات انكرتي في شهواتك انشطرتي الله عليها حسرتي القبان نخيل
قدم شدي شوقيل عليها حسرتي يغانك يا متي تحدرتي وبعد الحيل منعتي فترتي الله عليها حسبتي مت وقع وجاب وسترتي ويا حاضرني الرسول في حفرتي الله عليها حسبتي القبال نخيل مشدي شوقيل عليها حسبتي من خلاك قمتي حبرتي لبلد الرسول هاجرتي الله عليها حسرتي ما العيد في المدينة حضرتي وعقب دابك جبرتي الله عليها حسرتي القبان نخيل مشتي شوقيل عليها حسرتي في حرم شريف زرتي وخير الليل غياب دخرتي الله عليها حسبتي في حسب القوي جاورتي وتغتنم المواد الدرتي الله لا حسبتي القبان نخيل مشتي شوقيل عليها حسبتي الاسلام عليه تغطي شايق والبدير جبرتي الله لا حسرتي يبقى المدني يا ابن ستي قول يا مرحبا ابو شكرتي الله عليها حسرتي القبان نخيل مشتي شوقيل عليها حسرتي لاخواننا سددتي لك النار وفقر كنتي الله عليها حسرتي بشوق بسعيد وقنتي في الجاه من جنة ولا آلتي الله عليها حسرتي القبان نخيل مشتي شوقيل عليها حسرتي غال الماحي مدحو تجرتي وكنز الداخر لآخرتي الله عليها حسرتي لولا مو صلاه صغرتي ما بسوى لحتى رودتي الله عليها حسرتي القبان نخيل مشتي شوقيل عليها حسرتي حسبك يا الرسول والدتي وتلبس عالمه وزبتي الله عليها حسرتي خالي وابوي واخوي واختي في الفردوس معاك قعدتي الله حسرتي القبان نخيل مشتي شوقيل عليها حسرتي الصلاة لعفي فرجتي والتسليم يا جازي مشتي الله عليها حسرتي نبط الأرض جميع الحتي ومخلوق الجهات الستي الله عليها حسرتي القبان نخيل مشتي شوقيل عليها حسرتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا عن الهجرة وهي هجرة قلوب قبل أن تكون هجرة أجساد، وهي هجرة إلى الله قبل أن تكون هجرة إلى بلاد. والحديث عن هذه الهجرة والوصول للمبتغى والوصول للمكان كان فيه شعور مختلف تماما من استقبال وترحاب كبير، والترحاب بمحبة وبقلب نابض لاستقبال أشرف خلق الله أجمعين. والحديث عن استقبال ليس هو استقبال شخص فقط، وإنما استقبال مفهوم ورسالة ودولة عظيمة هي الدولة الإسلامية. تحدث عن هذا المفهوم الكبير الذي هو أساس الآن يدرس في كثير من الجامعات، والسياسات اللي كان فيها كثير من الدبلوماسية والعلاقات الخارجية والعلاقات الداخلية ما بين الناس، وكثير من التواصل ما بين قبائل كانت بينها مشاكل كبيرة جدا، وأصبح فيها مصاهرة وأصبح فيها أسر وبناء مجتمع، خلينا نقول زي ما بنقول حديثا المجتمع المدني الذي هو كان موجود منذ السابق من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وتم التسليم
كانت مهيئة لاستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم بإسلام جزء كبير جدا من الناس الموجودين فيها، وابتعاث الرسول صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير عشان يعلمهم الدين، وعودته إلى مكة وإخباره أن البلد بقت مستعدة لاستقباله، وبما توارث من معلومات من اليهود اللي كانوا موجودين، وأساسا كانوا بيبشروا بأنه أطل زمان نبي آخر الزمن. وإسلام الناس واستعدادهم لاستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم وموعدته لهم بأنه لهم الجنة إذا هم نصروه، بالإضافة للمحبة المتبادلة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة، لأنه من الأشياء اللي اشترطوها ناس المدينة بالمناسبة عندما قدموا بيعة قالوا له نحن لو نصرناك وظهر شأنك وكده حترجع وتخلينا. وده طبعا فيها قصة جميلة جدا بعد غزوة حنين، الناس من الرسول صلى الله عليه وسلم وزع الفي بتاع حنين ومادة الأنصار، فوجد في قلوبهم بعض الشيء، فقاموا يعني بعض الناس قالوا نحن ما أدونا من الغنائم، وكانت غنائم حنين حاجة مهولة جدا مئات الألوف. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمعهم عشان يوريهم مكانهم في قلبه عليه أفضل الصلاة والسلام والتسليم، والمحبة المتبادلة بيناتهم. ما قلة وصلتني منكم يا معشر الأنصار، أو جدتم يا معشر الأنصار في قلوبكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا وتركتكم لإسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار ليرجع الناس بالشاة وبالبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دياركم؟ فوالله لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، لو سلك الناس فجا وسلكت الأنصار فجا لسلكت فج الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار. فكانت خطبة جميلة جدا ورت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنه زي ما ذكر لهم في النهاية إنه المحيا محياكم والممات مماتكم. كانت هنالك محبة قوية جدا متبادلة بين الرسول صلى الله عليه وسلم واستعداد تام لاستقباله. وكانوا بيخرجوا كل يوم يوميا يخرجون إلى أطراف المدينة يتنسمون أخبار هذا الوفد الجاي، حتى إذا يعني هجرتهم طبعا الدنيا سخنة في المنطقة ديك الشمس بعد الضحى بيعودوا إلى بيوتهم. من الأشياء المدهشة في الأمر إنه أول من اكتشف وصول الرسول صلى الله عليه وسلم واحد يهودي، يعني أول من رأى الرسول جاي من ثنية الوداع، هم الناس بيقولوا ثنيات الوداع، ثنية هي الفتحة ما بين جبلين، وافتكر حتى الآن موجودة في المدينة ثنية الوداع اللي هي الفتحة ما بين جبلين بيكون فيها زي ممر كده. فكان واحد من اليهود خرج إلى أطمة عنده زي مزرعة كده، وطلع في حتة عالية عايز يفتش حاجة، ورأى موكب رسول الله يتراءى له بياض موكبه صلى الله عليه وسلم، فنادى يا معشر العرب أو يا بني قيلة كما يقال لأهل المدينة، هذا جدكم الذي تنتظرونه قد أطل. هم انتظروا لحد ما الشمس سخنت عليهم، بعد ذلك شعروا أنه رجعوا بيوتهم. فقام اليهود إذا شافهم وبلغهم وجوا كلهم واستقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير استقبال. نزل في الأول في قباء كما تعرفين، أخذ فيها زي 10 أيام أو أسبوع في منطقة قباء، وكان هنالك مسجد. بعد ذلك تاني واصل لداخل المدينة، وكان كل الناس في المدينة من أوس وخزرج وغيرهم يتمنون لو ينزل أو يضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد يدعوه أن ينزل. كانت المدينة عبارة عن ديار، والمقصود بديار ليست كانت لم تكن كمدينة متماسكة الأجناب، كان مجموعات من الناس بيسكنوا، كل واحد عايز الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل معه. كان في المدينة أيضا هنالك أخوال جد الرسول صلى الله عليه وسلم بني النجار، اللي هو أخوال عبد المطلب كما تعلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم عنده ارتباط بالمدينة من قبل، لأنه كما تذكرين إنه والده والد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله عبد المطلب فيه وهو قايد من أخوال من أخواله بالمدينة، ودفن بالأبواء، وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وزار قبر والده، وتوفيت والدته وهم في طريق العودة. فهنالك ارتباط وجداني قوي جدا بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمدينة وأهل المدينة.
فاستقبلوا بكل هذه الحفاوة وبكل هذا الحب وتمنوا أن ينزل عندهم، لكن كانت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يأمر الناقة أن تنزل نعم. في منطقة معينة اللي هي في دار اللي واحد اسمه سهل وسهيل بن عمرو، دعوها فهي مأمورة، دعوها فهي مأمورة نعم. ونزلت في حتة وقامت تاني وبركت في حتة تانية وقال لهم هنا الله. المنزل نعم. وكان قصاده طوال بيت نعم. أبو أيوب الأنصاري نعم. بنى صلى الله عليه وسلم مسجده هنالك وبنى مسكنه سبحان الله. وكانت المسكن والبداية خلينا نقول دور العبادة مش بس هو كمسجد، كان يعني كان عنده دور كبير جدا طبعا في جمع يعني هذه القلوب المؤتلفة طبعا حول حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب هذا الدين العظيم الإسلام، ولكن هي كان يعني كانت مكان ومقر استشاري لكثير من قضايا الحياة، لكثير من المشاكل، لكثير من حلحلة الأمور، لكثير من حلحلة المشكلات ما بين أشخاص ما بين قبائل. وهنا اللي احنا بنتكلم عنه أخيرا في مسألة بناء دولة قائمة على العدل وعلى المساواة وعلى احترام الغير واحترام الأديان واحترام الأجناس المختلفة، لأنه دل كان موجود حقيقة في المدينة المنورة كواحدة ونموذج خلينا نقول حي يحتذى به كل الدول في كل العالم. نتحدث عن هذه الدولة. نعم، ليس في ذلك شك. زي ما ذكرت أن الحديث عن الهجرة محشود يعني محفوف بالمعاني الفخمة والضخمة جدا، ويمكن لو لخصناها في ثلاثة مشاهد أساسية بعد وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، إنه أسس الدولة المدنية بالمفاهيم اللي بنطالب بها الآن نحن من حرية وعدل ومساواة. صحيح، تأسيس حقيقي. أول حاجة عملها الرسول صلى الله عليه وسلم بنى المسجد بتاعه اللي هو كان المنبر وهو كان البرلمان وهو كان نقطة الإشعاع الثقافي والتعليمي، ثم بعد ذلك آخى بين المهاجرين والأنصار المؤخاة والعدالة والمساواة بين الناس، ثم بعد ذلك عمل معاهدته مع اليهود نعم. اللي هي لو حاولنا نتأمل ببساطة شديدة جدا المعاني بنتكلم عنها دي كانت موجودة أساسا وأسس لها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1441 سنة. بنى الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد بتاعه وبنى مساكنه بالقرب من المسجد حتى لا يكون هنالك غربة ما بين السكن والمسجد نعم. وكان المسجد هو كل شيء يعني يمكن الشيء الوحيد اللي كان بيحتاجوا نتهولي التسوق والسوق نعم. ثم بعد ذلك آخى بين المهاجرين والأنصار، والمؤاخاة برضو تجسدت فيها معاني ضخمة جدا يمكن لا يتسع المجال للحديث عنها، نذكر منها طرفة وطرفتين. يعني كان الواحد من الأنصار لو متزوج اثنين بيقول لي واحد من أخوانه أطلق لك واحدة من زوجات، اختار اللي بتعجبك فيهم أطلق أنت الزوج، أو يقسم معه نصف ماله طبعا عسى إنه يخش. عبد الرحمن بن عوف عنده موقف جميل جدا لما جاء واحد من أخوانه وقال له أنا أطلق لك زوجتي وأقسم لك نصف مالي، قال لي لا أطلق زوجتها لا تقسم لي نصف مالك، أديني فص من ذهب وأرني الطريق إلى السوق. كان تاجر طبعا سيدنا عبد الرحمن، بس وريني درب السوق وين، ودخل السوق طبعا كان من التجار الناجحين جدا. فهنالك تأسست أسس الدولة المدنية الحديثة في أرقى معانيها، من حرية أديان أساسا هو هاجر عشان حرية الأديان. صحيح. هاجر علي عبد الله الصلاة والسلام والتسليم عشان يأخذ الحرية في أنه يبلغ الناس، وآخى بين المهاجرين والأنصار وعمل معاهدات مع اليهود، وكانت هنالك حرية ممارسة. طبعا في المدينة كان في يهود وكان في كذلك مسيحيين بالمناسبة نعم. صحيح. وكان في الكفار موجودين نعم. فتأسست الدولة المدنية المدنية الحقيقية بوصوله صلى الله عليه وسلم مهاجرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العام هو بشارة خير لكل أهل السودان في مدنيتهم الحديثة، ونستشرف معاني هذه الهجرة في أن يكون لنا بإذن الله تعالى دولة مدنية حديثة مبنية على أساس من تقوى الله ورضوان. آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. ده أجمل ختام إحنا نقدر نقول بأنه تأسيس دولة مدنية هي قائمة حقيقة مش على العلوم الحديثة في السياسة اللي كتبوها ناس من الغرب وكتبوها ناس مستشرقين وكتبوها ناس من الدول العربية، ولكن المرجعية حقيقة اللي هي مرجعية النبوية هي تجسد حقيقة يعني بذكر التاريخ
كل ما نطالب به من مدنية، من دولة مدنية قائمة على العدل، قائمة على الحرية، قائمة على المساواة، قائمة على الإيثار في تقديم الخير، قائمة على النماء والتنمية والتطوير، قائمة على حب العمل، فهي كلها الأمور اللي احنا بنطالب بها حقيقة في هذه الفترة. نأمل بإذن الله تعالى أن تكلل هذه الجهود إن شاء الله في السودان بالنجاح، وأن تكون هذه الذكرى العطرة هي ليست ذكرى سنوية وإنما هي ذكرى يومية نستشعرها من صباح اليوم إلى خواتيمه، وربنا يدينا إن شاء الله جميعا حسن الخاتمة وننعم برشفة يقولوا كده من يدي النبي عليه الصلاة والسلام الماء الكوثر نورد عليه في الحوض. آمين. أنا تشرفت جدا بأنه تحدثت في هذا المجال الأكبر مننا حقيقة، وأثارت لي حقيقة واستشرفنا كثير من المعاني في من محيا اللحظة فيما نطالب به نحن الآن أن نكون حكومة جديدة مدنية وفي عام هجري جديد. نسأل الله سبحانه وتعالى يكون هذا لخير، اللهم آمين، وأن تتكون هذه الحكومة على قلوب آمين مبنية ومستهدية بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. كل الشكر والتقدير والاحترام بروفيسور ياسر حنفي يوسف. أنا سعيد جدا حقيقة بهذا الحديث الجميل المختلف اللي فيه حقيقة يعني عملين جراحة للقلب كده، طلع منها الطاقة السلبية ودخل لنا طاقة إيجابية ودخل لنا معاني كثيرة وعظيمة. كل الشكر التقدير والاحترام لكل عام. الله يشكر فضلك ويسع عليكم، وان شاء الله كل سنه وانتم طيبين، والسنه الجايه ان شاء الله لو جينا وطالبين العمر وقعدنا نتذكر هذا الحديث الجميل عن حجته صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. كل الشكر والتقدير والاحترام لكل مشاهدينا الكرام. كانت هذه الفترة الجميلة المباركة بطيب ذكر نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. نأمل إن شاء الله إنه يكون يوم خير وعام خير لنا جميعا في السودان لكل الأمة العربية والإسلامية. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.